أصدر الستار على فعاليات مهرجان القراءة في احتفال بمناسبة يوم الطفل الإفريقي، حيث أقيمت ندوة حول القراءة في تنمية القدرات الإبداعية والمعرفية للطفل بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بركة سليمان. جالت الندوة فيما يخص الكتابة للطفل ونوعية الكتابة للطفل واهتمامات الطفل وماذا نريد أن نقدم للطفل وكيف نجذب الطفل للقراءة. طبعا تكلمنا أيضا على قلة المقروئية، ربما على البرنامج المكثف في المنهاج الدراسي. أيضا تكلمت الأخت أم سارة على تجربتها في الكتابة للطفل، كيف ماذا قدمت للطفل سواء هي كمديرة للروضة الأطفال الحرية وأيضا ككاتبة وأيضا كمختصة في مجال علم النفس التربوي. محافظة مهرجان القراءة في احتفال وزعت بالمناسبة جوائز وشهادات على الأطفال المتفوقين في المسابقات والورشات التي أقيمت من 16 إلى 22 جوان بحضور أوليائهم في جو من الفرحة تألق فيها البراعم وعبروا عن فرحتهم. جائزة اليوم خلت لي أثر من بعد ما أنه واظبت على القراءة في الكتب في كل احتفال، يعني أنصح الأطفال بالمواد مع القراءة خطرك شيء مفتاح كل خير. أنا فرح بأخذ هذه الجائزة، القراءة مفتاح للنجاح. نشكر والدي كما تعبوا علي وقرأوني وننصح تلاميذ تاني أنهم يقرأوا ويطالعوا الكتب والقصص. أنا فرح بهذه الهدية التي أهدوها إلي، والفضل يرجع إلى أمي وأبي. أنصح الأطفال بالمطالعة الكتب لأن القراءة مفتاح النجاح. بهذا النشاط اختتمت فعاليات مهرجان القراءة في احتفال، على أن تضرب المكتبة العمومية موعدا للأطفال ضمن نشاطات موسم الصيف.